سناب شاتي وشلونكم، اسمحوا لي وجهي للحين يعني تعبان، واسمحوا لي منفخ، بس في موضوع وايد مهم ابي اتكلم عنه. سؤالي، في سؤال وايد يجيني يقولوا لي غانم بما الله نعم عليك وتسافر وايد، ليش ما تروينا الاماكن اللي تسافر لها واللبس اللي تلبسه والمطاعم اللي تروح لها والاكل اللي تاكله؟ ولا الحمد لله على النعم اللي الله تفضل علي فيها، اني اقدر اسافر واستمتع واشتري. ثانيا، حساباتي كلها في البرامج التواصل الاجتماعي، هدفها اني اوصل رسالة عن اشخاص ذوي الاعاقة وقدراتهم، ونفس الوقت ارسم ابتسامة في وجوهكم الحلوة لانكم مثل اهلي. اعيش معاكم جزء من يومي، في نفس الوقت تعيشون معاي مغامراتي، وبعد عيانا نوى ونورة. انا بهدفي استعرض بما املك، ايش لبست، ايش شريت، ايش كليت، ايش وين رحت، وين اي مطعم. انا مو فاشينست، في حسابات تانية لها كل احترام وتقدير تقدم هالاشياء. لكم شيء، ياتني اكثر من شركة اجنبية عالمية وحتى عربية، ان البس تيشرتاتهم قبعاتهم وملابسهم، بس اكيد مو بنطلونات، واحطها في الانستغرام. اهلي رفضوا هالشيء وانا ملاقي نفسي في هالشيء بصراحة. ما تلاحظون لما اصور كلها رزوي انا في الشاشة مع قشمي العود، لان ما احب اطلع اللي حوالي، لان يمكن في ناس، او حتى في السفر تلاحظوني ما اطلع اماكن، واذا طلع شيء هالشيء يخدم الموضوع اللي انا اتكلم عنه. بقول لكم ثلاث مواقف علمتني درس من صغري وعمري ما راح انسى، ان الانسان قيمته بفكره وروحه مو بما يملك من الماديات. اول موقف اتذكر انا واحمد كنا صغار، كنا نصور اي شيء، وكان عندنا حساب في الانستغرام خاص، يعني ما كان في متابعين او شيء، كنا نصور ونغلط اللي نشوفه في الانستغرام. دائما انا واحمد كنا نقول حق امي نبي نفتحها عام، بس امي ما كانت ترضى، رافضه. سنتين يلا وافقت اني افتحها عام واحطها باسمي. طبعا الصور والخرابيط اللي قبل كلها لغيناها. اتذكر اول صورة يوم فتحت الانستغرام خليته عام، كان شي كوب ستاربكس، واحدة نظارة غلدها الهبة اللي صارت، جينا شي قولوا يو يو واتساب، او ماي جاد، بس ما ادري ليش يو يو واتساب، بس يو واتساب. اتذكر اول ما رجعت البيت ولا قال والدة واقفة عند الباب تنطرني، حضرتك انت فاتح حسابك في الانستغرام عام عشان تسوي دعاية حق ستاربكس ودعاية حق الماركات؟ اي ما زين، كل حد يصور الكوب انه يحط ورا ساعته ويطلع المنظر اللي وراه. قالت لي انت مع الخيل يا شجرة، مسوي روحك كول، مسوي روحك فلة، انت مع الخيل يا شجرة. بعدين عرفت ان الشجرة طلعت بقرة. قالت لي انزين، انت شنو راح تستفيد من الصورة، والناس اللي راح يشوفونها شنو راح يستفيدون؟ ما قدرت ارد، سكت. قالت لي بعد لو حط براند عربي احسن لك، بعد يستغلون. المهم اغسل اشراعي ولغيت الصورة. ثاني موقف، بعد ما توب طلعت نص وجهي، صورت نص وجهي وتيشيرتي الماركة، وبعد ما ادري شلون طلعت ساعتي. دخلنا مناقشة طويلة وعريضة، بقول لكم امي ايش قالت لي في هالمناقشة. ليش الهدف انك تحط لبسك وماركاتك؟ انا ما منعتك انك تشتري، لكن وتسوي اللي في خاطرك، لكن في حدود المعقول. خليتك تشتري لنفسك انت، لان هاي دش في خاطرك، مو عشان تستعرض قدام الناس. قالت لي اهم شيء يا غانم اللي هني واللي هني واللي هني مو باللي هني. قالت لي لا تخلي لبسك وثيابك تصير اغلى من فكرك واغلى من غانم ولدي. غانم حبيبي اللي الله ميزه بهالاعاقه النادره لحكمه في الحياه، ميزة بهالعقل والروح الحلوة، لا تخلي الماديات تطغي عليه. غانم لو نطق كلمة يأثر في مئات الألوف. غانم اللي غلي لبسه لو كان قيمته بريان، اللبس اللي غليك ويرفع قدرك. طبعا هاي كان كلام أمي، هي قالت لي خل الناس يتابعونك عشان يسمعونك ايش بتقول، وبعد يتابعونك عشان وين ايش بتلبس، وين بتسافر، وين بتاكل. قالت لي العين حق، وانا ما خاف عليك من العين، لان انا دائما احسنك وانت تحسن نفسك، واللي يكون مع الله الله يكون معه. لكن اخاف عليك من الغرور والتكبر على غيرك، ان انت عندك وهم ما عندهم. ودائما تقول لي
انت يا غانم عندك مئات الالاف من المتابعين، اللي منهم غني واللي منهم فقير واللي منهم يقدر واللي منهم ما يقدر يسوي الاشياء، وفي منهم اللي ما يقدر يسوي الاشياء اللي انت تسويها، ما يقدر يسافر، ما يقدر يشتري، ليش تخلي حسرة في قلوبهم؟ بما ان كبرنا انا واحمد، اروح نختار ملابسنا بروحنا وتعطينا مبلغ معين حق ملابسنا حق مشترياتنا. يمكن هالمبلغ يكفينا قطعة وقطعتين من الماركات، او يمكن نفس المبلغ يكفينا مجموعة كبيرة من الملابس، كفي مجموعة تكفينا حق 6 شهور. قبل أن نشتري قطعة من الملابس نشاورها نقول لها كم السعر، ويتقرض تقول لنا اي ولا لا، لان عندنا كريدت كاردها. استمتع وياه. بعدين يوصلها مسج عوار قلب في تليفونها كم صرفنا. اول شي تقول عليك بالعافية حبيبي، خذ اللي في خاطرك، بس قبل أن نسكر التليفون دايما تقول لنا جملة. غانم صبر شوي، تدري قيمة هاللبس؟ تأكل كم فقير وتفتح كم بيت فقير حق كم شهر؟ لو أنا منك خذيت لي واحد أرخص والباقي سويت فيه خير، بس أنت فلوسك كيفك فيه. لي هالمبلغ استانس فيه في دنيتك وشيل منه حق آخرتك. لما نطلع لازم نقول لنا هالجملة، وفعلا انزرعت فينا، وقبل أن نشتري الشيء نفكر نشتري اللي في خاطرنا بس في حدود المعقول، وفي نفس الوقت نفكر في غيرنا. الحين إن شاء الله بقول لكم الموقف الثالث اللي فعلا أثر فيني وبين لي صحة كلام أمي ونصيحتها. تذكرون العام يوم كنت في ألمانيا وكنت أروح أتسوق وشريت ملابس وايد وصورت في السناب؟ تذكرون؟ جتني رسالة على الخاص من أم، قالت لي أنا وعيالي نحبك وايد ونتابعك من زمان، لي وعيالي وايد وايد يحبونك ويغلدونك في كل شيء. طلبتك طلبة يا غانم، انت شريت ملابس وايد لكن لا تصور، لان عيالي بعد يبون مثلها. قالت لي وانا ما اقدر اشتري لهم، والحين حتى بتفتح المدرسة وانا ما اقدر اشتري الملابس المدرسة، وانا ما اقدر امنعهم من انهم يتابعونك لان احنا نحبك وايد. وانا الرسالة اثرت فيني شلون وغيرت فيني شلون. رسائل كثيرة من أمهات إن عيالهم يبون يغلدوني في كل شيء، يعني إيش لباس شريت. المواقف اللي صارت خلتني أعيد تفكيري 1000 مرة قبل أصور الشيء. زي تشوفون التصوير كله على وجهي خشمي كبير. هاي ردي حق اللي يسألوني غانم ليش ما تصور كل شيء. حين جتني رسالة من واحد كاتب لي أما بنعمة ربك فحدثي غانم. أدري طولت الموضوع بس اسمحوا لي أرد عليه. ما ظل لبسة واحدة قيمتها عشرات الألوف، أو ساعة أو شنطة قيمتها مئات الألوف. ما ظل أحواضتك في أغلى المطاعم من بلد إلى بلد هي النعم اللي ربنا يبغينا نتحدث عنها. إذا توفرت هالأشياء عندك من حر مالك مو بعيب ولا غلط تمتع فيها، عليك بالعافية. استمتع فيها بس لا تستعرض قدام الناس، عيش اللحظة لنفسك وتعيش اللحظة عشان الناس. ما قاعد اقول لك ان لا تشارك الناس، شارك هو مو بعيب ولا غلط، شارك الناس، شارك اهلك، استمتع في حياتك، بس لا تخلي هالشيء هدف وغايه واستعراض في برامج التواصل. الله مع السلامه، تعبت ومشكورين ما قصرتوا.